ليسون 1 بعنوان Structure and Function of Living Things. Structures يعني التركيب، Structures يعني التركيب، and Functions الايه؟ الوظيفة أو الوظائف of Living Things. Living Things اللي هي الكائنات الحية. أول ليسون عندي هتكلم فيه هو Structures and Functions of the Plant. هنتكلم عن الستراكشرز التركيب والفانكشنز بتاعة البلانت. هناخد البلانت بيتكون من ايه، وكل بارت من اللي بيتكون منه البلانت ده الفانكشنز بتاعته. هندرس الروتس والستام والليفز ونعرف كل جزء اهميته ايه. لو سمحتوا، اللي داخل من الايفون مين واللي داخل من ايفون جي يوسف ايفون مين؟ حالة وغلا دخلوا او لا؟ مش أنا ميرا دخلت بالآيفون، طب اكتبوا أنا بس حمزة اساميكم، دخلت بس طب اكتبوا بالفورة اساميكم بس ألفا. عشان اعرف اللي مش حاضر مين. اكتبوا اساميكم، كل واحد داخل يكتب اسمه بس. يلا بسم الله نبدأ. ايه اللي بس أكتب هنتعرف اسم عليه في ليسون البلانت. 1؟ ايه اللي هنتعرف عليه في ليسون 1؟ Identify the need of plant. هنتعرف على النيد اوف بلانت، النبات محتاج ايه، ايه الاحتياجات اللي النبات بيحتاجها. تمام، water, ووتر، برافو. ايه كمان؟ sunlight, sunlight، برافو. النبات محتاج اير. natural, طيب اسمعوني بقى، النبات محتاج اير، محتاج ووتر، ميه، محتاج نيوترنت، مواد غذائيه، محتاج sunlight. تمام، محتاج سبيس، محتاج ايه؟ سبيس. تمام، طيب الاير اللي هو الايه، الهواء. النبات محتاج اول حاجه ايه عندي؟ الاير، الهواء. لازم نعرف الايه، الفايف ايتمز دول ليه؟ لان دول ممكن يجونا في الامتحان، يقول لنا سؤال رايتنج كده، وات دو بلانت نيد تو جرو، ايه الحاجات اللي النبات بيحتاجها عشان ينمو. اقول له نمبر 1 الاير، الهواء، الووتر، المياه، النيوترنت، المواد الغذائيه، السان لايت، اشعه الشمس، السبيس، الفضاء او الفراغ. يبقى الاير، الووتر، النيوترانت، سلايت، السبيس. الاير يعني ايه؟ كلمة اير يعني ايه؟ كلنا طبعا عارفين اير يعني ايه؟ هواء اير هواء يعني هواء، اير اللي هو هواء الهواء، اير اللي هو الايه؟ الهواء. طيب ووتر، ووتر اللي هو المياه. ما طيب نيوترانت، حد عارف نيوترانت يعني ايه؟ سماد مس نيوترانت يعني ايه؟ المواد الغذائية اسمها ايه؟ الغذاء. مواد النبات محتاج غذائية. للايه؟ للغذاء. نيوترانت يعني المواد الغذائية او الغذاء، اللي هو ممكن يكون في حالة النبات السماد زي زميلنا ما بيقول، بس كلمة نيوترانت معناها المواد الغذائية. طب ايه كمان؟ السلايت اللي هي ايه؟ اشعة أشعة الشمس. الشمس اشعة الشمس. تمام، السبيس، مسافة المسافة، يعني المسافة اللي فضاء. بيتمدد فيها النبات وبينمو فيها. يبقى الفايف ايتمز دول اكتبوهم عندكم عشان الحصة الجاية هسمعهم لكم، الاير، الووتر، ودي النيوترنت، سيف ودي السلايت، السبيس. يلا كلنا نكتبهم لو ودي سمحت. سيف خلاص كتبناهم. كتبناهم يا حبايبي، خلصتوهم؟ الاير، على كل الناس. الاير، الووتر، النيوترنت، سلايت، السبيس. السلام عليكم مس، عيد مبارك. وعليكم السلام، كل سنه وانتم طيبه يا حبيبتي، عيد مبارك عليكم جميعا يا رب. مش كنت غلطتي معاك كل يلا اكتبوا كده، قولوا معايا اير، ووتر، نيوترنت، سلايت، سبيس. كنا بنتكلم دلوقتي ايه؟ على الفايف ايتمز او الخمس حاجات المهمه اللي النبات بيحتاجهم عشان ينمو. تمام، قلنا النبات بيحتاج هواء، اير، ووتر، ميه، نيوترنت، مواد غذائيه، سنلايت، اشعه الشمس، والسبيس اللي هو المسافه. طيب الجزء ده انا بعتلكم الكتاب، هتلاقوه واضح فيه اكتر من كده. هحاول اكبر من هنا عشان اقرا لكم واترجم لكم. انتوا لو الصوره مش مشوشه قوي لكم، في نسخه من الكتاب هتلاقوها ايه، واضحه، انا بعتها في الجروب. طيب هنا بيقول ايه، ركزوا معايا، بلانت نيد، احتياجات النبات.
the red wood tree that you saw in the... القطعة دي كده مش مشكلة، ما فيهاش ايه، ما فيهاش حاجة مهمة. تمام، تعالوا نبدأ من هنا. the basic need of plant، يعني ايه basic need؟ يعني الاحتياجات الأساسية للنبات. أما بتكلم أقول the basic need يعني الاحتياجات الأساسية اللي ما أقدرش أعيش من غيرها، يبقى the basic need of plant are air الهواء، water المياه، sunlight أشعة الشمس، nutrient المواد الغذائية، space. يبقى لما يقول لي what the basic need of plant اللي هي الاير الووتر السنلايت النيوترنت السبيس، يبقى انا عندي دول كده اقول عليهم ايه؟ اقول عليهم بيزك نيد، اقول عليهم ايه؟ بيزك نيد. وقلت كلمة بيزك نيد يعني ايه؟ بيزك نيد يعني الاحتياجات الأساسية، بقول عليهم بيزك نيد. يبقى دول كده اسمهم ايه؟ بيزك نيدز اوف بلانت، يعني الاحتياجات الأساسية للنبات. كلنا عرفنا البيزك نيد اوف بلانت؟ حد مش فاهمها؟ طيب يلا ننقل على جزء تاني. البيزك نيد اوف بلانت هي الاير الووتر السلايت النيوترنت السبيس. بلانت ماست ليف ان انفايرومنت وير ذي نيد ار ميت. اي نبات يا اولاد اما بيعيش في بيئه لازم يعيش في الانفايرومنت البيئه وير ذي نيد ار ميت يا يوسف، اللي بيكون فيها او البيئه ديت يا ميرا بتكون فيها كل المتطلبات اللي النبات ده عايزها عشان ينمو ويكبر زي الانسان. هل انا اقدر اعيش في بيئه من غير كهرباء او ميه او طعام او شراب؟ لا، النبات زي بالظبط. عشان يا حمدان يعيش في الانفايرومنت لازم الانفايرومنت دي يا حمد يكون فيها اير، يكون فيها ووتر، يكون فيها نيوترنت، يكون فيها سنلايت، يكون فيها سبيس. يبقى انا هاخد كلمه كمان للي مش عارفها من زماننا، كلمه انفايرومنت. يعني ايه انفايرومنت؟ يعني ايه يا راندا environment؟ مين عارف environment يعني يعني ايه؟ بيئة، يعني البيئة. الانفايرومنت هي البيئة، هي الايه؟ البيئة المحيطة بينا. يبقى النبات بينمو وبيحصل له growing according to environment، على حسب المتطلبات بتاعته موجودة في البيئة او لا. طيب ركزوا بقى معايا، من هنا بنقول ايه؟ The air around the earth is a mixture of gases. الايه؟ الهواء اللي حوالينا في الارض. اقفلوا المايك عشان الصوت، اقفلوا المايك، اقفلوا المايك، اقفلوا المايك. لو سمحتوا اقفلوا المايك. الايه؟ الهواء اللي حوالينا ده عبارة عن mixture of gases، خليط من الغازات. الهواء اللي موجود في الجو ده عبارة عن mixtures of gases، خليط من الغازات. البلانت need one of these gases، إن البلانت بيحتاج واحد بس من الغازات ديت مهم. مين فيكم عارف البلانت بيحتاج ايه؟ غاز ايه المهم بالنسبة للبلانت؟ ايه الجاز مش اللي أنا، مهم جدا؟ كربون دايوكسيد. برافو، مين اللي قال كربون دايوكسيد؟ كربون دايوكسيد. أنا مين؟ أنا يوسف. ممتاز يا يوسف. البلانت بيحتاج الغاز الايه؟ الكربون دايوكسيد عشان يعمل لنا عملية الفوتو سينسز. عملية الفوتو ايه؟ سينسز، او عملية البناء الايه؟ البناء الضوئي. يبقى البلانت تيك ان ايه؟ كربون دايوكسيد. البلانت بياخد غاز ايه؟ كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد من الانفايرومنت. ثواني اصور لكم الكلمات ده ابعتها لكم في الجروب وبعد كده اكمل معاكم شوية. البلانت دلوقتي بياخد غاز الايه؟ الكربون داي اوكسيد من الانفايرومنت to make food. They need other gas oxygen to break down the food. يعني يا مس كده البلانت بياخد الكربون داي اوكسيد وفي نفس الوقت بيحتاج للاكسجين. ايوه البلانت بيحتاج لنسبة من الاكسجين. طب بيحتاجها ليه؟ هنعرف دلوقتي ايه فايدة الكربون داي اوكسيد وايه فايدة الاكسجين. يبقى البلانت بياخد الكربون دايوكسيد، اللي انا بكتبه ده مهم وبيجي اسئله، بيجي ايه؟ اسئله. لما نقول ان هو بياخد الكربون دايوكسيد فهو بياخد الكربون دايوكسيد عشان يعمل ايه؟ تو ميك فود، تو ميك فود، وتحفظوها زي ما انا كاتباها كده، تو ميك فود. يبقى النبات بيستخدم غاز الكربون دايوكسيد عشان يصنع الغذاء، تو ميك فود. طب بيستخدم الاكسجين لايه؟
بيستخدم الاكسجين لايه؟ تو بريك داون ذا فود. بريك داون ايه؟ ذا فود. بريك to break down the food. داون فود يعني ايه؟ بص هتشرحها لكم بالعربي وبعد كده هتكلم معكم بالانجلش. النبات بيصنع الغذاء بتاعه من خلال عملية اسمها عملية البناء الضوئي، بياخد من البيئة اللي حواليه غاز ثاني أكسيد الكربون. في وجود المية، وجود أشعة الشمس، يبدأ النبات يكون الغذاء بتاعه. الغذاء بتاع النبات ده بنقول عليه شوجر أو السكر، بيكونه في الأوراق بتاعته، لأن عمليات البناء الضوئي بتحصل في الأوراق. فبيجي بعد كده النبات عايز يكسره، عايز يكسر السكر ده عشان ينزل شوية منه للساق، وينزل شوية منه للجذور، ويوزعه على باقي أجزاء النبات. فاللي بيساعد في عملية البريك داون بتاعة الطعام أو بتاعة السكر هي الأكسجين. هتاخده إزاي بيحصل تكسير للطعام بالتفصيل، بس هتاخدوها في جريد 7 إن شاء الله. يبقى أنا دلوقتي أعرف إن النبات نيد كربون دايوكسيد تو ميك فود. البلانت النبات محتاج الكربون دايوكسيد ده عشان يصنع الطعام بتاعه، الفود بتاعه. الفود ده اسمه ايه؟ الفود بتاع النبات ده يا اما اقول عليه فود، يا اما اقول عليه ايه؟ اقول عليه شوجر. اقول عليه ايه؟ شوجر. شوجر او فود. شوجر او ايه؟ فوت او فود. يبقى النبات يا اما ياخد شوجر، يا اما ياخد ايه؟ يا اما يكون شوجر او فود. بيستخدم ايه؟ بيستخدم الكربون دايوكسيد. طب انا عايز اعمل بريك داون للفود ده، عايز اعمل بريك داون للسكر عشان النبات يوزعه على كل اجزائه، فبستخدم الاكسجين تو ميك بريك داون فور فود. طيب تعالوا نقرا نشوف الكتاب كاتب ايه. بيقول لك the air around the earth is a mixture of gases. Plant need one of these gases, carbon dioxide, to make food. They need another gas, oxygen, to break down the food. يبقى البلانت محتاج الكربون دايوكسيد to make food and need الأكسجين to break down the food. Plant have pores. البلانت ليه pores or stomata. خدتوا الفتحات اللي اسمها الاستوماتا؟ حد خدها في الكلاس؟ خدتوا فتحة الاستوماتا؟ طيب النبات الورقة بتاعته أو الليفز فيها حاجة اسمها إيه؟ استوماتا. اسمها إيه؟ استوماتا. تحفظوها كده زي اسمكم. استوماتا. الاستوماتا ديت عبارة عن إيه؟ عبارة عن بورز. عبارة عن إيه؟ معايا؟ بورز. بورس عبارة عن إيه؟ بورز. بورز يعني إيه؟ بورز يعني فتحات بتكون موجودة مس فين؟ يا نعم. استومات هذا حتشوه نعم استوميتا انا لسه بشرح فيها يا دياب، اهوت هوريها لك شكلها وهقول لك الفانكشنز بتاعتها. الاستوميتا ديت عباره عن بورز فتحات موجوده في الليفز. موجوده فين يا دياب؟ في الليفز. تمام اهي هوريك شكلها، ثواني بس كده. اهي دي شكلها، هقربها لكم شويه. دي شكلها، دي يمكن الصوره مش واضحه شويه. شوفوا هنا دي فتحه الاستومات. تمام الاستوميتا ديت موجوده في الليفز. موجوده في الايه؟ في الليفز، في الورقه. عباره عن فتحه زي ما انتم شايفينها كده. الفتحه دي بتتحكم في دخول الغازات وخروجها، بتتحكم ايه اللي يدخل للنبات وايه اللي يخرج منه. هشرح لكم الفانكشنز بتاعتها بالتفصيل. المهم اعرفوا بس شكلها دلوقتي اسمها استوماتا، وان هي موجوده في الليفز، وان هي موجوده في الايه؟ في الليفز. طيب تعالوا نشوف كده الباقي. يبقى الاستوماتا موجوده في الليفز. تمام وعبارة عن بورز موجودة في الايه؟ في الليفز. طب ايه الفانكشنز بتاعتها؟ allow gases to move in and out of the plant. بتسمح للجازس ان هي move in، بتدخل داخل and out of the ايه؟ of the plant.
يبقى الفانكشنز بتاعت الاستوميتا ديت ان هي allow gases to move in and out of the plant، تسمح للجازات ان هي تدخل وتخرج للنبات، يبقى allow gases to move، مركزين معايا يا شباب، to move in and out. اللي مش فاهم يقول لي عيدي تاني، اللي فاتوا جزء مش فاهمه يقول لي عيدي تاني. يلا بسم الله. يبقى انا عندي فتحه اسمها فتحه الاستوماتا، الاستوماتا ديت عباره عن بورز، فتحات موجوده في الليفز، هي عباره عن جازز، جازز اللاو اللاو جازز، او هي عباره عن فتحات اللاو جازز، يعني بتسمح للغازات تو موف ان اند اوت اوف بلاند. يعني ايه كلمه جازز؟ كلمه جازز اللي مش عارفها يعني ايه، حد عارف كلمه جازز يقول لي هي ايه جازز؟ غاز. الغازات، يعني ايه الغازات اللي هي عباره عن ايه؟ جازت اللي هي الغازات اللي هي الكربون كربون دايوكسيد، دايوكسيد، كربون دايوكسيد اند اكسجين. برافو، كربون دايوكسيد والايه والاكسجين. انت بتقول لوحدك يا يوسف ولا نور اللي بتقولي؟ لا مس، هذا انا حمدان. حمدان، بحسب يوسف والاكسجين. برافو عليكم. يبقى الكربون دايوكسيد والايه والاكسجين هي الجازس اللي بتبقى موجوده في الغلاف الجوي اللي بتدخل وتخرج من خلال فتحه الاستومات. يبقى انا عرفت ان في عندي حاجه اسمها بورز، كلمه بورز دي يعني فتحات، فتحه تمام موجوده في الليفز اسمها الاستوماتا، allow gases to move in and out of plant، بتسمح للجازس ان هي بتدخل داخل وخارج الايه الخليه. طيب شفنا الاستوماتا تمام وعرفناها اهي، اعيدها تاني اهي شكلها، احنا طبعا ما بنشوفهاش بعيننا، احنا المس بتاخد لنا سلايدز، ممكن تاخد لكم قطعه من الورق بتاع الشجر وتشوفوها تحت الميكروسكوب، انما احنا بعيننا المجرده مش بنقدر نشوف الفتحات دي. شايفين الكربون دايوكسيد هنا داخل ولا خارج؟ هنا الكربون دايوكسيد جاز، شايفينه؟ ادي الكربون دايوكسيد هو الداخل، وهنا الاكسجين ايه خارج. يبقى الكربون دايوكسيد انتر بيدخل للليفز عشان تحصل عمليه الفوتوسينسيس او عمليه البناء الضوئي. نعم مش أنا ما فهمت اللي فوقه، علي صوتك. مس أنا ما فهمت اللي فوقه. حاضر، ما فهمتش ايه؟ قولي لي تاني وانا اقول. الجزء بتاع الاستوماتا يعني ايه؟ لا استوماتا يعني قصدك ولا اللي قبلها؟ اللي فوقه مس حاضر فوقه. حاضر دوري. ده يا حبيبتي اللي انا كاتباه ده. أيوة طيب حاضر هشرحه تاني، هكمل الجزء ده وارجع له تاني. دلوقتي انا بقول عندي ده كده غاز الكربون دايوكسيد، دي فتحة الاستوماتا، قلت لكم الاستوماتا دي عبارة عن بورز، عبارة عن فتحة في الورقة، بورز يعني فتحة بالشكل ده، شايفين؟ بيدخل لها غاز الكربون دايوكسيد عشان يعمل عملية الفوتوسينسيز، وبيخرج منها غاز الايه؟ الأكسجين، وبيخرج منها غاز الايه؟ الأكسجين. طيب دي برضو فتحة الاستوماتا تمام؟ الاستوماتا ديت عبارة عن فتحة بورز، فتحة صغيرة موجودة فين؟ قولوا لي يلا انتوا، الاستوماتا دي موجوده في اي جزء في البلانت؟ الليف الليف برافو عليك، ليف في الليفز. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه ده الفانكشن اكسجين بتاعها؟ دايت انتر كربون دايوكسيد اند ايه واكزيت للايه للاكسجين، بتخرج الايه الاكسجين، اكسجين او احنا نقدر نقول الوظيفه بتاعتها اللي احنا كتبناها ان هي allow gases ايه اكستشينج، بتسمح بتبادل الغازات، ان هي allow gases to move in and out plant، بتسمح بالجازس اكستشينج او جاز موف ان، الغازات تتحرك داخل النبات وخارجه. يعني ايه؟ يعني بتسمح لغاز ثاني اكسيد الكربون ان هو يدخل من الهواء الجوي يدخل للنبات، وبتسمح لغاز الاكسجين ان هو يخرج. على سبيل المثال انا لما بتنفس انا كانسان او حيوان
بخرج غاز الكربون ديوكسيد. الإنسان يا ولاد والحيوان بيخرج غاز الكربون ديوكسيد، فبيقوم النبات غاز الكربون ديوكسيد ده غاز سام، لو زاد عن نسبة معينة في البيئة بيضر، فبيقوم النبات واخده مجمعه ومدخله من خلال فتحة الاستوماتا ويعمل عملية البناء الضوئي أو عملية الفوتوسينثيسيس. طيب العكس بقى، الإنسان أو الكائن الحي الليفينج ثينجز محتاج الإيه؟ الإنسان أو الحيوان محتاج غاز الأكسجين. مين بيخرج غاز الأكسجين؟ البلانت. فيقوم الإيه؟ البلانت يخرج غاز الأكسجين في الهواء الجوي وياخده الإيه؟ الإنسان وياخده الكائن الحي. تمام؟ طيب هعيد تاني، دي فتحة اسمها فتحة الاستوماتا، موجودة في الليفز زي ما احنا شايفين، عبارة عن بورز بتسمح للجاز اكستشينج، allow gas to in and out of plant، تسمح للجاز ان هي بتدخل داخل وخارج الليفز. ماشي يا فاطمة؟ يعني انا مثلا عندي هنا يا فاطمة هي بتسمح بالايه؟ بدخول الايه؟ السي او 2، تسمح بدخول السي او 2، تمام؟ وخروج ايه؟ غاز ايه اللي بيخرج يا شباب منها؟ أكسجين أكسجين الاكسجين، الاو 2، الايه؟ الاو 2 او الاكسجين، تمام؟ حد مش فاهم فتحة الاستوماتا تاني اعيدها له ولا خلاص كده؟ انقل على حاجة جديدة؟ طيب في كام سؤال رايتنج هنا؟ تعالوا نقراهم مع بعض عشان ايه؟ نعم فاهمين. طيب هصور لكم الجزء ده ابعته لكم، وفي اسئله رايتنج هنقراها مع بعض عشان تدربوا نفسكم عليها ايه في الدرس، تحفظوها اول باول، لان الترم زي ما احنا عارفين صغير، وكمل معلومات الساينس من الحاجات التقيله اللي بتبقى عايزه تكرار كتير. ثانيه بس معايا ابعت لكم الصوره. يلا بسم الله كده نكمل. اول سؤال بيقول لك ايه؟ What are basic need of plant؟ ايه هي البيزك نيد اوف بلانت يا فاطمه؟ قولي لي ايه هي البيزك نيد اوف بلانت؟ ايه البيزك نيد اوف بلانت يا فاطمه؟ البلانت محتاج ايه عشان يكبر وينمو؟ البيزك نيد، الاحتياجات الاساسيه. سمايت صليت، تمام واللايت صليت، تمام صح، والوتر والووتر، خلاص كفايه عليكي كده صليت والووتر. كملي يا اسيل، زميلتك قالت صليت والووتر، قولي كمان حاجه. الاير صليت، ثواني كده، صليت والووتر والاير والاير، خلاص كده كفايه عليكي. قولي يا حلا، النبات محتاج ايه كمان؟ الكربون ما هو الكربون ديوكسيد صويا ضمن الاير، محتاج ايه تاني؟ زمايلك صويا قالوا الصلايك والووتر والاير، ايه كمان؟ صويا صويا والسبيس صويا السبيس، برافو عليك، السبيس، تمام. وايه كمان يا غلا؟ صلايت والووتر والاير والسبيس، وفاضل واحدة كمان يا صويا غلا، الايه هي؟ صويا السويل؟ لا مش السويل، ايه اللي موجود جوه السويل؟ النبات بياخد ايه من السويل؟ الله عادي يجاوب لا لو سمحتوا ما حدش يتكلم. مش فوت قولي يا غلا، مش فوت الايه؟ فوت فود؟ اسمه ايه الفود؟ شكرا نيوترانت، اسمه ايه؟ نيوترانت نيوترانت اسمه ايه؟ مثل الصورة والنيوترانت مثل الشيء النيوترانت مثل ايه؟ نيوترون مثل السويل النيوترانت مثل السويلز، ماشي انا معاكي، هي النيوترانت مش مثل السويل، النيوترانت مواد غذائية بتكون موجودة داخل السويل، بتكون موجودة داخل ايه؟ سويل بتكون موجودة داخل السويل، بتكون موجودة داخل الايه؟ السويل.
فالنيوترانت مش هي السويل، لا النيوترانت موجودة داخل السويل. النيوترانت موجودة داخل ايه؟ مصر نعم في مصر الماء. داخل اوكي السويل. طيب خليكم ركزوا معايا. طب يلا نكمل. يبقى اخر حاجة هنا الايه؟ النيوترون. طيب يلا نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول ايه. What do plant need to grow؟ سؤال بصيغة تانية. What do plant need to grow؟ ايه اللي النبات محتاجه عشان ينمو؟ الاير والووتر والنيوترنت والصلايت والسبيس. اقري كده يا رندا السؤال ده. Which gas do plant need to make food? ايه Carbon. كربون ايه؟ كربون ايه؟ اسمه كربون داي اوكسيد. تقسميها كده اتنين، تقسميها مش عارفه تقريها، تقسميها مقطعين كده. كربون داي اوكسيد، كربون داي اوكسيد اسمه ايه؟ كربون داي اوكسيد. اوكسايد. وليها تاني كربون داي اوكسيد. كربون داي اوكسايد. قولوا كلكم معايا كده كربون داي اوكسيد. كربون داي اوكسايد. كربون داي اوكسايد. كربون داي اوكسايد. كربون داي كربون اوكسايد. داي طيب اوكسايد. يبقى واتش جاز دو بلانت نيد تو ميك فود. ايه الجاز اللي النبات محتاجه عشان كربون داي يصنع الفود اوكسايد. بتاعه؟ النبات محتاج ايه؟ جاز الكربون داي اوكسايد. كل دي اسئله ممكن تجيلكم في صوره رايتنج او تجيلكم في صوره ايه؟ التكمله انكم انتوا ايه؟ في صوره كويز. What are استوماتا؟ ايه هي الاستوماتا؟ الاستوماتا دي عباره عن ايه؟ What are استوماتا؟ دي عباره عن بورز ان ذا ليفز. بورز فتحات موجوده في الليفز. السؤال الاكثر شيوعا هنا اللي بيسال بيقول لك الاستوماتا ديت موجوده فين؟ لازم نعرف ان الاستوماتا دي بتكون فين؟ في الليفز. يبقى What are استوماتا هي عباره عن بورز، ولازم نكون ان البورز دي موجوده فين يا شباب؟ يلا قولوا معايا البورز موجوده فين؟ الاستوماتا دي موجودة فين؟ ليفز. الليفز. موجودة في الليفز. طب اقري يا ريم كده الفانكشنز بتاعت الاستوماتا يا ريم. اقري كده. مش ممكن تطرحين هذا الملف؟ نعم ممكن تطرحين هذا الملف؟ مبعوث وهعيد لك ارساله. حاضر انا بعته وهعيد لك ارساله يبقى قدامك. حاضر يلا والله يا أي ريم. واحد اقري يقرأ. ريم سمعاني. أيوة مس. اقري كده يلا يا حبيبتي. Gases move in and out of the plant through استوماتا. stomata. الاستوماتا ديت الفانكشنز بتاعتها او الوظيفه بتاعتها ان هي بتسمح للجازز تو موف ان، تتحرك داخل اند ايه؟ اند اوت اوف ذا استوماتا. قلنا الجاز اللي بيدخل هو عباره عن ايه يا ريم؟ الجاز اللي بيدخل من خلال فتحه الاستوماتا اللي هو موف ان بيحصل اسمه ايه؟ الجاز اللي بيحصل له موف ان بيدخل داخل النبات يا ريم اسمه ايه؟ كربون برافو. كربون قولي ديوكسيد. كربون دايوكسيد. قولوا تاني كلكم او معظمكم بيتلخبط في الاسم. اللي بيتلخبط يلزق مع كربون اللي اسمه كربون دايوكسيد اسمه ايه؟ كربون كربون دايوكسيد. دايوكسيد. كربون دايوكسيد اسمه ايه؟ كربون دايوكسيد. كربون كربون دايوكسيد. دايوكسيد. يبقى الكربون دايوكسيد ده موف ان بلانت، يعني بيدخل داخل البلانت. موف ان بلانت. موف ان ايه؟ موف ان بلانت. طيب الاكسجين اللي هو بيحصل له موف اوت بقى، الجاز اللي موف اوت اوف بلانت اسمه ايه؟ أكسجين. الاكسجين. الجاز اللي بيحصل له موف اوت اوف بلانت اسمه ايه؟ اكسجين. موف اوت اللي بيحصل له موف اوت هو الايه؟ الاكسجين. لازم نكون عارفين الاكسجين.
والكربون دايوكسيد ايه اللي بيخرج وايه اللي بيخرج وبيدخل، ونكون عارفين الايه الفانكشنز بتاعتهم الايه معايا، ونكون عارفين الفانكشنز بتاعت الاكسجين والفانكشنز أكسجين بتاعت الكربون دايوكسيد. ايه الفانكشنز بتاعت الاكسجين؟ مين هيقول لي ايه الفانكشنز بتاعت break الاكسجين؟ بيعمل ايه؟ break down food. أوتو ممتاز، مين اللي قال اول واحد؟ فاطمة أنا يوسف ممتاز يا يوسف، بريك داون للفود. طيب عايزه اعرف ايه الفانكشنز بتاعت الكربون دايوكسيد يا حمد؟ حمد سؤال ليك، الفانكشنز اوف كربون دايوكسيد. حمد حمد معايا في الحصة ولا خرج؟ ماك طب ايه الفانكشنز بتاعت الكربون دايوكسيد؟ انا قلتها شرحتها في اول الدرس، فاكرها ولا لا؟ حمدان عارف ايه الفانكشنز بتاعت الكربون دايوكسيد؟ الناس الفاكسينز اه بيعمل ايه الكربون دايوكسيد؟ بيساعد النبات في ايه؟ انها تطلع اكسجين. مين لا بيقول طلع الفود الاكسجين؟ الفود الفود فود. نقول ايه؟ نقول ايه الفود؟ مين عارف ميكينج الاجابه فود كامله؟ ايه؟ ميكينج فود تاني ميكينج فود ميك ناتشورال فود. فود ميك ايه؟ ميك فود. فود. يبقى انا عندي الفانكشنز بتاعت الاكسجين ايه يا دياب؟ ميك قولي يا فود دياب الفانكشنز بتاعت الاكسجين بيعمل ايه؟ بريك داون فود والكربون دايوكسيد. ميك فود تمام، يبقى الوظيفه بتاعت الاكسجين ان هو بيعمل بريك داون للفود، والكربون دايوكسيد ميك الفود. لازم زي انا ما انا كاتباهم كده حفظ الحاجات ديت، يعني اللي انا بركز عليها ديت بتبقى عدت عليا قبل كده اسئله، فعشان كده بقول لكم الحاجات ديت لازم تتحفظ وما يبقاش فيها اي شك عندكم، تبقوا واثقين منها. هبعتها لكم برضو في الجروب دلوقتي الحاجات دي، يتعملوا كراسه كده للساينس، تبداوا اكتبوا الاسئله الكتابيه اللي انا ببعتها في الدرس ديت او اللي بتبقى في الملف ده واجابتها، ابداوا اكتبوا كل درس الكلمات بتاعته، كل جزء ناخده ركزنا معاه واحنا بنشرح كده، تشغلوا الفيديو في ريحكم وتكتبوا كل جزء ايه مهم، ماشي؟ وترسموا فتحة الاستوماتا، ترسموا الاستوماتا بالشكل ده وتعملوا عليها اسهم، اقفلوا المايك وتعملوا عليها اسهم، الجاز اللي بيخرج كده تكتبوا اسمه والجاز اللي بيدخل تكتبوا اسمه. ليه؟ لان الحاجات دي ممكن تجي لكم ايه رايتنج، ممكن تجي لكم ايه رايتنج. يلا ناخد جزء جديد، لو سمحتوا بقى اقفلوا المايك وركزوا معايا. طيب هنتكلم على السان لايت، هنتكلم يا دياب لو سمحت يا دياب اقفل المايك، هنتكلم على السان لايت، ايه الفانكشنز بتاعت السان لايت، ايه اهميه السان لايت، ايه دور السان لايت للبلانت. بلانت يوز سان لايت تو ميك فود، زي يوز ذا انرجي فروم سان لايت تو ميك شوجر، the sugar provides the energy for the plant need to survive. Some plants need more sunlight than other plants. Use their leaves to gather the sunlight. طيب تعالوا نتكلم كده جزء جزء كده بالراحة ونفهمه مع بعض. معايا يا أسيل؟ أسيل؟ أسيل سامعاني؟ ايوه بس كنت بس في الحمام. طيب يلا هتكلم على السنلايت دلوقتي، السنلايت أهميتها بستخدمها ليه؟ to make food، to إيه؟ to make food، يبقى أهمية السنلايت إيه؟ to make food عشان أصنع منها الإيه؟ الفود. they use energy from sunlight to make sugar، بستخدم الانرجي او السنلايت ديت عشان اعمل الفود او اعمل الايه الشوجر او اعمل الايه الشوجر. ما انا اتفقت معاكم ان كلمه شوجر يعني فود، يبقى السنلايت وظيفته ان هو بيساعد النبات to make food or sugar the sugar. طب ليه النبات بيصنع الشوجر؟
ليه النبات بيتعب نفسه ويصنع شجر؟ ما يقعد ساكت وخلاص، لا، امال هيتغذى على ايه؟ ما هو السكر ده اللي بيديه الطاقة عشان يقدر ان هو سيرفايف، يعيش. كلمة سيرفايف يعني يعيش. يبقى احنا لما نقول كده النبات بيصنع الشجر ليه، او ايه الفانكشنز بتاعت الشجر او الاهمية بتاعت الشجر، هنقول ان الشجر ده تمام بروفايد انرجي فور ذا بلانت تو سيرفايف، بيدي الطاقة للنبات تو سيرفايف. يبقى الشجر بروفايد انرجي بلانت نيد تو سيرفايف. الشجر شجر بروفايد انرجي، مس أشعة الشمس هو اللي يصنع الطعام. إيه؟ بص، أشعة الشمس أحد العوامل اللي بتساعد في تصنيع الطعام. عندك عملية اسمها عملية الفوتوسينسيس أو البناء الضوئي. العملية ديت النبات بيصنع فيها الشجر أو الطعام بتاعه. العملية ديت لازم يكون موجود كربون دايكسيد، ثاني أكسيد الكربون، لازم يكون سانلايت، لازم يكون ووتر، تمام، عشان نبدأ نصنع الإيه؟ الشجر. فالصلايت لو مش موجود النبات مش هيصنع الطعام بتاعه. فالصلايت عامل اساسي وليه دور مهم جدا ودور اساسي في تصنيع الايه، تو ميك فود، ان النبات يصنع الفود بتاعه او الشجر. طب ليه بصنع الشجر؟ زي ما قلنا ليه النبات بيصنع الشجر، تمام، النبات بيصنع الشجر تمام علشان هو بيديه ايه، بيديه الطاقه، بيديه الايه، بيديه الطاقة أو بيديه الإنرجي، بيديه الإيه؟ الإنرجي. شوجر بروفايد زي ما هو مكتوب هنا كده، شوجر بروفايد إنرجي بلانت نيد تو سرفايف. يبقى الشوجر ده بروفايد إنرجي بلانت نيد تو سرفايف. هو انا كلمة سيرفايف يعني ايه؟ حد في الشباب عارفها يعني ايه سيرفايف؟ يعني ايه هذا قيد سيرفايف؟ الحياة، ايه؟ يعيش، هذا قيد الحياة، يبقى على قيد الحياة، يعيش او يحيا. كلمة سيرفايف يعيش. يعني ايه؟ يعيش او يحيا. فالنبات عشان يقدر يعيش او يحيا لازم يصنع الطعام بتاعه، زي ما احنا لنا طعام بناكله عشان نقدر نمشي ونتحرك ونقوم بالواجبات بتاعتنا. النبات زينا لازم يتغذى علشان ايه، يقدر ان هو ايه، يقوم بالوظائف بتاعته. فالنبات عشان يحصل له سيرفايف او يقدر ان هو يتعايش بيعمل ايه، بيصنع الشجر. بيصنع ايه يا اولاد؟ الشجر. الشجر اللي هو الغذاء بتاع النبات بنقوله عليه ايه، بنقوله عليه شجر، بنقوله عليه ايه، شجر. يبقى الصلايت تو ميك فود عشان يصنع الفود بتاعه، الفود ده بقول عليه شوجر. الشوجر بيديني انرجي، بيديني طاقة. بلانت نيد تو سرفايف، النبات محتاجها عشان ايه؟ علشان يعيش. كلمة سرفايف يعني يعيش او يحيا. Some plant more sunlight than other plant use their leaves to gather sunlight. بيقول لي مش كل النباتات اللي عندك بتاخد كمية متساوية من السنلايت. بعض النباتات بتحتاج more sunlight وبعض النباتات بتحتاج less sunlight. يعني بعض النباتات بتحتاج كمية كبيرة من أشعة الشمس، بعض النباتات بتحتاج كمية قليلة من أشعة الشمس. يبقى بعض النباتات need more sunlight and other plant need less sunlight. عشان كده هنلاقي إن سبحان الله في بعض النباتات عالية لفوق زي النخل، شايفين كده؟ شايفين النخلة ديت؟ البالم تري اللي هي النخلة اللي قدامنا ديت need more sunlight، عايزة صليت ياما. عشان كده نلاحظ ان هي بتبقى عالية مرتفعة ليه؟ عشان الليفز بتاعها او الاوراق بتاعتها تقدر ان هي تعمل جزر للصليت، تقدر ان هي تجميع للصن ايه، للصليت. يبقى البالم تري تمام اللي هي النخلة زي اللي قدامنا دي بنقول عليها بالم تري require a lot of sunlight، بتحتاج a lot of sun ايه light. طيب عندي حاجة تانية اسمها موسيز اند فيرنس. شايفين النباتات اللي بتنمو في الأرض أو في أرض الغابة؟ شايفين النباتات اللي في الأرض الصغيرة دي؟ بنلاقي بعض النباتات بتنمو في الظل، بعض النباتات بتنمو بين الأشجار الكبيرة، تمام، بعض النباتات أو الطحالب بتنمو على الصخور. طب إزاي النباتات دي بيوصلها شمس؟
طبعا كمية الشمس اللي بتوصل لها لو وصلت لها أكيد بتكون كمية صغيرة، فهي سبحان الله طبيعتها كده محتاجة إن هي تنمو في منطقة ظل. يعني إيه ظل؟ يعني ما فيهاش أشعة شمس كتير، منطقة أشعة الشمس فيها قليلة. يعني مثلا أنا ماشية في يوم أشعة الشمس فوق الجامدة، أقول أنا مش قادرة أمشي في الشمس، أنا هروح أقف في مكان ظل. يعني إيه مكان ظل؟ يعني شادي إيريا. عارفين شادي إيريا؟ يعني إيه شادي إيريا؟ يعني منطقة فيها ضوء أقل، فيها إيه؟ أشعة شمس أقل. تمام؟ يبقى أنا عندي بعض الأشجار بتحتاج a lot of sunlight، تحتاج كمية كبيرة من أشعة الشمس، بعضها بتحتاج إن هي تنمو في شادي إيريا. قلت لكم شادي إيريا يعني منطقة ظل، منطقة إيه؟ منطقة ظل. طيب بصوا كده، أنا عندي حاجة اسمها البالم تري. حاجة اسمها إيه؟ البالم تري. البالم تري دي قلت لكم محتاجة إيه؟ البالم تري محتاجة مور سانلايت. فاهمين معايا ولا مش فاهمين؟ يا شباب انتوا رحتوا فين؟ الله دي تعيدي. انا هعيد تاني، هعيد تاني بس ركزوا معايا. احنا معاك يا البالم مستر. تري، البالم تري محتاجة مور سانلايت، محتاجة أشعة شمس كبيرة. أي نبات بينمو ويبقى عالي يبقى محتاج مور سانلايت. طب الموسيس أند فيرنس؟ الموسيس أند فيرنس، الموسيس أند فيرنس اللي هي الطحالب والسرخسيات، اللي هي النباتات اللي بتنمو في الأرض كده، بتنمو في الأرض بتاعت الغابة أو على الصخور، اسمها موسيس أند فيرنس، يعني الطحالب والسرخسيات، نباتات صغيرة. ديت محتاجة ليس إنرجي أو ليس سانلايت، ليس سانلايت. محتاجة ليس إيه؟ محتاجة لسه سانلايت. ليس سانلايت. لسن ايه؟ لايت. تمام؟ عشان كده هي بتنمو فين؟ شادي اريا. شادي ايه؟ اريا. يعني ايه شادي اريا؟ يعني المنطقة الظل، المنطقة الايه؟ الظل اللي ما فيهاش أشعة شمس كتير. طيب تعالوا نعيد تاني. بس كم باقي الحصة؟ 10 دقايق. هنا بيقول لك ايه؟ Why do plant need sunlight؟ دي بعض أسئلة الرايتنج يا شباب اللي هتذاكروها، هتكتبوها عندكم في الكراسة بتاعتكم وتذاكروها، تمام؟ بيقول لك Why do plants need sunlight؟ اقفل الكاميرا يا ريم. Why do plant need sunlight؟ ليه البلانت بيحتاج sunlight؟ البلانت need sunlight to make food، عشان يصنع الفود بتاعه أو الغذاء بتاعه. طيب leaves make food for plant. الليفز هي المكان اللي بيتصنع فيه الايه؟ الفود. الليفز المكان اللي بيتصنع فيه ايه يا شباب؟ معايا؟ ركزوا، السؤال أفود ده مهم، السؤال ده فود مهم. الليفز، معاك. الليفز هي المكان اللي بيتصنع فيه الفود فور بلانت. ليه؟ لأن الليفز هي اللي بتحصل فيها عملية الفوتوسينثيز أو البناء الضوئي. فالليفز ميك فود فور بلانت، الليفز هي المصنع او المكان اللي بيصنع الفود فور بلانت. طب الليفز فيها ايه كمان؟ ايه وظيفه الليفز؟ ما ممكن يقول لنا الفانكشنز بتاعت الليفز. ايه هي الفانكشنز بتاعت الليفز؟ اقول له ليفز ميك فود فور بلانت، بتصنع الغذاء للنبات. كمان جزر سانلايت، بتجمع اشعه الشمس، لان اي نبات بتكون الأوراق بتاعته هي أكتر جزء معرض لأشعة الشمس بالشكل ده، فأشعة الشمس تسقط إيه؟ تسقط على الأوراق. فالليفز جزر سانلايت، بتجمع أشعة الإيه؟ الشمس. الليفز جزر إيه؟ سانلايت، تمام؟ أند ميك شوجر فور بلانت، والليفز بتاخد أشعة الشمس ديت وتعمل السكر للإيه؟ للنبات، أو تعمل الغذاء للنبات. الشوجر او السكر ده is the food for plant. شوجر هو الغذاء بتاع الايه؟ النبات. كلمة شوجر اما يقول لي شوجر اقول له ده شوجر، دي معناها الفود اوف بلانت. يبقى الليفز ايه الوظيفتين بتوعة الليفز؟
يلا مين هيقول لي ايه الفانكشنز بتاعت الليفز؟ مين الشاطر اللي هيقول لي؟ مين عارف ايه الفانكشنز بتاعت الليفز؟ مفيش حد شاطر؟ أبلع دانا رندا قولي يا رند الفانكشنز بتاعت الليفز. make food for the plant ايه كمان؟ leaves gather sunlight and make sugar for the plant برافو عليك، sugar ان هي ميك فود وجزر للسلايت تو ميك ايه، وجزر للسلايت تو ميك فود فور بلانت اهي. يبقى الفانكشنز بتاعت الليف ميك فود فور بلانت اهي، ميك فود فور بلانت، جزر بتجمع السلايت اشعه الشمس، اند ميك شوجر تصنع السكر فور بلانت. تمام، الشوجرز ده هو عبارة عن الفود فور بلانت، هو الغذاء للايه؟ للبلانت. طيب نركز هنا كده، دي عبارة عن ايه اللي قدامنا في الصورة دي؟ عبارة عن ايه؟ اسمها بالم تري. اسمها ايه؟ لا بالم تري. عبارة عن ايه؟ بالم تري. اللي قدامنا دي عبارة عن ايه؟ بالم تري. طب البالم تري اتفقنا ان هي نيدة لطف ايه؟ محتاجة لطف صن ايه؟ يا شباب ردوا عليا، الليفز محتاجة مور سلايت ولا ليس سلايت؟ حمد وهند صحيح، محتاجة مور مور سلايت، يبقى البالم تري محتاجة لوت اوف سلايت. طب كلمة موسيز اند فيرنز، موسيز اند فيرنز اللي هي في الارض دي، في النباتات اللي في الارض دي شايفينها، الحشائش والحاجات الصغيره اللي في الارض اللي بتنمو ايه الصغيره دي، موسيز اند فيرنز، الطحالب والسرخسيات. السرخسيات اللي هي الموسيز اللي هي النباتات الصغيره، الطحالب لما يبقى عندنا مثلا ايه صخور، بنلاقي على الصخور كده بعض الاوقات نباتات صغيره كده بتنمو، تمام، فدي الطحالب. يبقى الموسيز والفيرنز بتحتاج لسه اللايت، تحتاج ايه يا دياب؟ لسه اللايت. يعني ايه يا فاطمه لسه اللايت؟ يعني بتحتاج يا ميرا شادي اريا، أشعة شمس قليلة. برافو، او بنقولوا عليها شادي اريا يا ايه يا حلا، بنقولوا عليها ايه؟ شادي اريا. قلنا شادي اريا يعني ايه؟ يعني محتاجه منطقه ظل، مش محتاجه اشعه شمس، هي محتاجه شادي ايه؟ شادي اريا. شادي ايه؟ أريا شادي اريا، أريا محتاجه شادي ايه؟ اريا، منطقه ظل، محتاجه منطقه ايه؟ منطقه ظل. تمام، انا مش هبدا في حاجه جديده، هبدا اراجع لكم انا بسرعه كده شرح الدرس، فاضل حوالي 5 دقائق، هراجع بسرعه لاهم النقط وانتوا اسمعوني، مطلوب منكم بس تركزوا معايا. الدرس ده بيغطي كذا نقطه، اول سؤال بيجي لنا في الدرس ده اللي هو what plant need او what the basic need of plant، نقول له 5 items، 5 حاجات، الاير الهواء، الووتر الميه، النيوترانت المواد الغذائية، سلايت أشعة الشمس، السبيس الفراغ. طيب عندي حاجة لازم أتكلم عنها اللي هي الإير، هناخد كل واحد فيهم هندرسه. هنتكلم أول حاجة على الجازس اللي هي الإير أو ضمن الهواء. الجازس النبات تيك إن كربون دايوكسيد، عرفت إن النبات بياخد غاز الكربون دايوكسيد، ليه بياخده؟ تو ميك فود، عشان يصنع الغذاء بتاعه. كمان النبات بيخرج لي غاز الكربون، غاز الاكسجين، تو بريك داون ايه، بريك داون فود. كمان عرفت ان الفود بتاع النبات بقول عليه شوجر، بقول عليه ايه؟ شوجر. طب الكربون دايوكسيد والاكسجين يا مس بيدخلوا للنبات ازاي؟ ازاي هما بيدخلوا للنبات؟ عن طريق فتحة الاستوميتا اللي موجودة في الليفز. قلنا الاستوميتا دي عبارة عن بورز، فتحات موجودة في الليفز بتسمح للاكسجين اللي هو جو ان او موف ان انسايد ذا بلانت اند الاو اكسجين تو موف اوت ذا بلانت. عندي الووتر الاستومات عفوا الفانكشنز بتاعتها الاو جازز تو موف ان اند اوت اوف ذا بلانت. الاستوماتا هي عباره عن بورز، فتحات في الليفز بتاعه البلانت بتسمح للجازز تو موف ان اند اوت اوف بلانت. قلنا السؤال ممكن يجي لي بصيغه تانية، يقول لي وات ار ذا بيزك نيد اوف بلانت، ايه هي الاحتياجات الاساسيه؟ طالما قال لي بيزك نيد يبقى اقول له سلايت، ووتر، اير، سبيس، نيوترون. طيب
هنا بعض الأسئلة الرايتنج، وقلت هنعمل من النهاردة كراسة نكتب كل سؤال وإيه وإجابته. What gas do plants need to make food؟ إيه الغاز اللي النبات محتاجه عشان يصنع الفود بتاعه؟ النبات محتاج غاز إيه كربون عشان يصنع الفود؟ كربون كربون دايوكسيد. دايوكسيد كربون دايوكسيد. طيب What are stomata؟ إيه هي الاستوماتا؟ لازم يا أولاد نعرف السبيلنج بتاع كلمة الاستوماتا، وأي مصطلح ناخده نعرف السبيلنج بتاعه عشان نكتب في الرايتنج. فيا ريت تبدأوا وتكتبوا بخط إيديكم الأسئلة دي من دلوقتي، وتدربوا نفسكم عليها درس بدرس. خلص الترم تكونوا لمين الأسئلة الرايتنج، ما تقعدوش تحفظوا الكلمات والمصطلحات من الأول. تمام؟ توماتا، ليفز، كربون دايوكسيد، أكسجين، كل الكلام ده لازم تعرفوا تكتبوه. What are stomata؟ دي عبارة عن بورز in the Bores leaves، in the leaves. فتحات في الليفز، فتحات في الايه في الليفز. جاسس بتسمح للجاس ان يموف in and out of the plant through stomata. طيب دي كده فتحة الاستوميتا زي ما احنا شايفينها، هي اهي، وده بيخرج منها الاكسجين وبيدخل فيها الكربون دايوكسيد، يبقى الكربون دايوكسيد موف ان انسايد ذا بلانت، الاكسجين موف اوت اوت سايد ذا بلانت. هنيجي بعد كده اتكلمنا على الجازز، هنتكلم على السلايت. Why do plant need sunlight؟ Why do plant need sunlight؟ ليه النبات محتاج sunlight يا يوسف؟ البلانت نيد sunlight يا حمدان to make food، عشان تعمل to ايه يا make food حمدان؟ and sugar. To make ايه، food او sugar؟ To make food او ايه sugar؟ لو قلت food صح، لو قلت sugar ايه صح، يبقى البلانت بيحتاج sunlight to make ايه food. طيب الليفز ميك فود فور بلانت، الليفز اللي هي الاوراق هي المسؤوله عن تصنيع الايه الفود. الفود او الطعام بيتكون فين؟ الفود بيتكون فين؟ في الليفز. الطعام بيتكون فين؟ في الليفز، لان الليفز هي بتجذر سلايت، بتجمع اشعه الشمس، اند ميك شوجر فور ايه فور بلانتس، وتصنع السكر للايه للبلانت. الشجر ده هو عبارة عن الفود اوف بلانت، هو الطعام اللي احنا النبات بيتغذى عليه. مش احنا عندنا الاكلات اللي بنحبها زي البيتزا والبرجرز والحاجات اللي انتوا بتحبوها؟ الشجر بقى هو ده البيتزا بتاعت النبات، هو ده الاكل بتاع النبات، اسمه شجر. اسمه ايه؟ شجر. يبقى الشجر از ذا فود فور بلانت، هو الطعام بتاع النبات. الشجر ده بيتصنع في الليفز عن طريق ان الليفز جزر سلايت، بتجمع اشعة الايه؟ أشعة الشمس. تمام؟ قلنا عندي حاجة زي البالم تري دي محتاجة لوت اوف سنلايت، عندي بعض النباتات أو البلانتس زي الموسيس أند فيرنس، وقلنا موسيس أند فيرنس اللي هي الطحالب والسرخسيات دي نيد ليس إيه؟ ليس سنلايت. تمام؟ الهوم ورك بتاعنا إن إحنا هنكتب كل الأسئلة دي رايتنج والإجابة بتاعتها، والكلمات اللي أنا كتبتها مش هقول لكم كلمات معينة، لأن إحنا كل الكلمات ركزنا عليها. الحصة الجاية إن شاء الله هسمع لكم كلمات من دي كلها اللي أنا صورتها وحطيتها في الجروب. تمام؟ أو من خلال الدرس الجزء اللي شرحناه هنغطي كلمات وتسميع، وهنغطي أسئلة مع بعض قبل ما نبدأ الحصة. يلا هبعت لكم التسجيل. يلا مع السلامة. مع السلامة. مع مع السلامة. السلامة. باي. الله. مع السلامة. مصر.